هيدي الحفلة البوجا اللي بيعملوها هون على الجبل تيطهروا الجبل حتى نحن نقدر نتسلقوا بخير وبسلام. الطيارة اللي وصلتنا لهون اسمها بيفر مجهزة بسكيات لتغط على الجليد. بقى غطيت دغري شلنا غراضنا منها. بعدين الطيار جي قالنا تبعوا حالكم بس الجبل يقوم وطوا راسكم بس ينام عارف شو. رجع دور قال لا عمشي ما بيرجع إلا بعد 21 يوم لحتى يخدمنا. ساعة 2 قررنا نمشي كل البعثات رح يمشوا سوا مثل ما الله بيريد. كانت الطريق صعب كتير لأنه تلج جديد وغميق مع تقل على الظهر صعب فسركم قديش كانت صعبة. هون من أصعب وأخطر المراحل مجبورين نطلع هيدي تنوصل للمخيم الثاني. إن شاء الله ما يكون في كتير فقرات هيك لأنه فعلا خطرة كتير. الساعة 6:15 عم نتحضر لنبلش ننطلق للأمة. بعد مرة نشكر الله إنه كل شيء كان 100%. بس فعلاً هذه شغلة صعبة كتير 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 كتير. يعني إذا بقى عودي عندهم موتو بيقول growing beyond your potential. هذه it's going way 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 beyond your potential. بتعرفي أنا أول ما فكرت بمشروعي قرعت كتير بواب تحصل على دعم، مش بس دعم مادي بس كمان دعم معنوي. وبنك عودي مثل ما بتعرفي عنده شعار بقول وقدرتك تكبر grow beyond your potential. واعتقدوا أنه مشروعي بركي بيعبر عن هالشعار هيدا. ومثل ما بتعرفي أنا لما روح على المدارس ما بتفش التلاميذ انه يكونوا رياضيه او انه يتسلقوا جبال. عنوان محاضرتي هو There is an Everest for everyone، لكل امرئ قمه يتسلقها. انا دائما بحكي بشكل عام، بس اذا انت عم تساليني عن هالرياضه هاي ايه اكيد في ناس بيسالوني بيطرحوا السؤال علي بغير طريقه، بيقولوا لي اذا اولادك بدهم يلحقوا دعساتك هل بتمنعهم؟ الجواب اذا كان لاولادي او بقيه الشباب هو لا ما بمنعهم، بس يلي بقولهم انه لازم يطلعوا الدرج درجة درجة. ما في واحد من اول نهار يحاول يتسلق ايفرست. مثل ما بتعرفي بكتابي الاخير احلام شاهقة رحلتي الى اعلى قمة في العالم ستيب دريمز ماي جورني تو ذا توب اوف ذا وورلد في عندي 16 فصل واخر فصل هو ايفرست رقم 16. قبل ايفرست تسلقت او خضت 15 حملة. هذا شيء ضروري إذا واحد بده يوصل للقمة لإيفرست. بده كتير صبر، بده كتير شغل، بده كتير تضحيات طبعا اللي أنا عملته. ومثل ما بتعرف بالمدارس بقولن أنه ما في مانع أبدا توضعوا هدف صعب أو بعيد أو مستحيل أو شبه مستحيل، بس كل ما عليناه وبعدناه وصعبناه كل ما بدنا نكون مستعدين نضحي أكتر.
بقول لهم أنا ما بيجوز نكون قاعدين على الكنبية بالبيت عم ناكل بشار ونحضر تلفزيون ونحقق أحلامنا. لا، الأحلام بدها شغل، بدها تضحية. ودائما بقول لهم أنه المشاكل لابد إلا ما تنوجد، بس المشاكل في لها حلول. إذا كل ما كنا أمام مشكلة حكمنا دماغنا وفكرنا شوي ولقينا الحل، أوقات الحل بيكون بسيط، بس ما بقى معجوقين بغير شيء، منحل المشكلة ورانا ونحن نتحدى نتقدم نحو الهدف. نفس الشيء للعواقب. العواقب أنا بعتبر خلق إيدتها حتى واحد يحطمها ويحقق طموحاته. بقى كل شيء بده ينعمل درجة درجة. بس ما بخبي عليك أنه خصوصا بآخر رحلة للقطب الشمالي، يعني سنة الماضية مثل هلأ، أنا حققت القطب ب 25 نيسان، يعني بعد 5 أيام. كانت صعبة كتير. هلأ كتير بفكر فيها هالأيام، خصوصا هلأ أنه من سنة على الأد كنت أنا عم بعاني كتير على الجديد. وبذكر أنه خصوصا بهالرحلة هاي للقطب الشمالي، الله بيعلم قديش كان في صعوبات وقديش كانت قاسية لبل وحشة. وبذكر أنه وقت أكون أمام صعوبات كبيرة كنت فكر بالهدف اللي معقول حقه، أنه وصل للقطب الشمالي وأزرع عالم بلاد على القطب الشمالي. نادرين كتار، يعني قليل كتير اللي قدروا حقه هالشي هيدا بالعالم. ولما فكر أنه قديش كبير الهدف اللي معقول حقه، كل هالمشاكل مهما كانت كبيرة بتصغر كتير وجرب انسيها. دائما القمة شعور رائع، منظر رائع، تكريس لا مش بس تسلق القمة بس تحضيرها قبل والتمرين وإلى آخره. بس دائما أنا بقول القمة هي نص المشوار. بس واحد يسعى على القمة بيكون نوعا ما حقق هدفه، بس إذا ما رجع بخير وسلامة ما بيكون حقق شيء. بقى منجرب ما مثل ما بقولوا نسكر بفوزنا على القمة، ومنجرب نضل مركزين تنرجع بخير وسلامة. الفوز المزبوط هو لما واحد يرجع للمخيم أو لعائلته وولاده ولبلده. بقى مع أنه خصوصا على قمة أفرست كان الشعور رائع، وصلت لفوق الساعة 6 الصبح، كنت أنا لحالي مع مرافقي دورجي، شهدنا شروق الشمس من فوق. كان فعلا لحظة ما بنسيها بحياتي. بس ما بخبي عليك أنه ضليت مركز، يعني ما حبيت أعتبر أنه وصلت بعد، لأنه بعد في الرجعة اللي هي بركي مش أصعب من الطلعة بس أخطر. أغلبية الحوادث بتصير بالرجعة. بفتكر في شخص لبناني هلأ موجود على إيفرست عم بحاول يتسلق، وبفتكر للمرة الرابعة. شخص لبناني عايش بكندا إذا ماني غلطان، أكيد بتمني له كل النجاح. وطعفي أن حققت القمة بأيار 2006. من بعدها كتار أجوا لعندي يسألوني أنه كيف بدنا نتسلق إيفرست، بس طبعا أنا أقول لهم أنه هيدي فكرة جيدة وبدعمها، ولكن ما فيكم تفكروا بإيفرست هلأ، بدكم تبلشوا شوي شوي. بس ما بخبي عليك انه مؤخرا يعني في اكثر من شخص، وفي واحد منهم حتى اجى حتى نوعا ما مثل يستعذر ويخبرني انه هو ما بيعتبر انه عم ينافسني او شيء. قلت له لا يا عمي بالعكس، ليش عم انه الجبل للجميع. بعدين مش بس انا ما بعتبرك عم تنافسني، ابدا ابدا، اكثر من هيك انا بعتبر انه انا الهمتك او حيتك. I inspired him. بقى كنت بالعكس شكرته، وهو كان جاي حتى يستعذر مع انه ما في زوم ابدا. مثل ما بتعرفي من بعد القمم السبع يلي نهيتها بقمه ايفرست اللي اعلى قمه بالعالم، رجعت تحديت نفسي اعمل شيء بعد اصعب من هيك اسمه الاقطاب الثلاث. بتعرفي في عنا القطب الشمالي، القطب الجنوبي، وايفرست يسمى القطب الثالث. كنت اوريدي محققه. بقى رجعت رحت ومن بعد 48 نهار بأنتاركتيكا أنا مع 4 زملاء حققنا القطب الجنوبي نهار 27 كانون الأول 2007. ومن بعدها رجعت انطلقت سنة الماضية ب3 أذار أنا وشخصين من أمريكا من أقصى شمال كندا، وحققنا القطب الشمالي نهار 25 نيسان 2009، يعني من بعد خمسة أيام، من سنة وخمسة أيام. أكيد القطب الشمالي كان أصعب من الكل، أصعب حتى من إيفرست، وبعيد كل شيء عملته ما عدا القطب الشمالي، لأنه فعلا كان صعب وخطير جدا. لأنه انطلقنا بكير، انطلقنا بـ3 أذار، كانت الشمس بعد ما شرقت. بقى
الحرارة بتكون متدنية جدا، وإذا واحد عارف شو عم بيعمل لا 40 تحت الصفر بيدبر حاله، بس دون 40 تحت الصفر بتصير فعلا وحشني. وشفنا 58 هلا بل 60 تحت الصفر، وبعدين في خطر المي المفتوحة والدبب البيض اللي هن خطرين كتير والآخري. هلا عم سأليني شو في من بعد. هلا من بعد ما رجعت من القطب الشمالي نهار 25 نيسان 2009 يعني من سنة، لما يسألوني شو هي قمتك القادمة كنت دايما أحكي عن كتابي ستيب دريمز. لإلي هيدا قمة، بركي أحلى القمم لأنه بتضم كل بقية القمم، وهون بالبرهان أنه القمة ما ضروري تكون جبل. بقى هلا حققت هالقمة وبعتبر أنه فعلا نجحت منيح الحمد لله، لأنه الإقبال كان أكتر أحسن بكتير مما كنت متصوره. وهل كل يوم عذاب بهالجحيم البيضة الرائعة، ولكن بهالمزلاجة اللي وراي مع خيمتي وأكلي وشربي والوقود وعدتي في شقفة قماشة 60-90 علي أرزي العلم اللبناني، وإن الله راد إذا وصلت على القطب وشكيته هالعلم على 90 درجة شمال رح بنسى إن الله راد كل العذاب يلي مرقنا فيه. الله كريم. شايفين قديش صعبة اليوم؟ عم نعاني كتير لأنه في كتير جليد مكسر حوالينا، كأنه صاير حرب عالمية هون. صارنا من عبكرة منحطوا من شي سكياتنا، هلا خلص حطينا سنو شوز رح نخليهم هون، رح نخليهم على إجرينا للأخير. مثل ما شايفين هيدي فروزن ليد كبيرة مثل اللي هلا قطعناها، مايل يعني 1300-1800 متر، لوني ما بحياته شايف هالقد كبار. وقال انه مشان هيك واحد ما في يأكد انه رح يوصل على القطب الشمالي اذا انطرق. هون انكسرت الفيكساسيون تبع ستيوارت، بقى مشكلة، بس الحمد لله مثل كل المشاكل في إلى حل، الحل إنه نغيرها وعم نعملها هلا. الحمد لله الطقس حلو، ما في هواء طبعا، برد بس الشمس شارقة. لو كانت هالمشكلة خلال عاصفة كانت بتكون أصعب بكتير حلها. السؤال يلي على لسان كل الناس هو ليش ماكسيم عم بيعذب حاله هيك؟ الجواب السريع هو بركة ليش لا، ما زلني انا قادر وصممت وقلت انه رح اعمل هالشي، ليش ما بعمله؟ ولكن الجواب الصحيح بركة بنوجد بجملة، جملة لجبران خليل جبران. هو قال ما تفتشوا على شو بلدكم في يعطيكم، فتشوا على شو انتو قادرين تعطوا بلدكم. هيدي هديتي الصغيرة البسيطة المتواضعة لبلدي، انه ازرع علمه على قمة ايفرست وعلى الامم السبعة وعلى القطب الجنوبي، وان الله راد على القطب الشمالي كمان.
أول شيء هيدي اللحظة ضب الشنطة والمغادرة هي أصعب رحلة بالرحلة كلها، أصعب فترة، خصوصا لإيفرست للقطب الشمالي، ما بخبرك قديش صعبة، أصعب شيء. هلأ بكتابي هون بإحدى الفصول مصور غرفتي مع التخت الكبير وفارش عليه كل غراضي، الكفوف والعوينات والكلسات والعدة كلها وعدة التسلق وهيك، وكاتب تحت كابشن إنه مرتي كل ما تشوفني عم بضب غراضي بتجن بتخوت وبتهرب من البيت، لأنه تعطي لما أكون ناسي شيء، أنه أنا إذا واحد نسي غرض وهو مسافر على لندن أو باريس بينزل على المحل وبيشتري، بس إذا رايح على إيفرست بيس كامب صعب واحد يشتري مثلا بانادول إذا بده إياه أو شيء. بس هلا عم سأليني شو بحط معي حتى أتذكر عائلتي وولادي، الجواب هو بصراحة ما بحط شيء، لأنه صحيح حلو انه شوف صور عنهم مثلا، بس كمان من جهة تانية منا هيني بقى. اول شيء انا عودتهم انه no news is good news، دايما معي تليفون اللي بحكي فيه عبر الاقمار الاصطناعية، بس عودتهم انه مش يوم اي يوم لا بدي تلفن لهم. اذا جمعة قضيت وانا ما تلفنت لهم معناتها ما في مشكلة، لو في اخبار عاطلة كانوا وصلوا لهم بسرعة. I'm not much of a nightlife person myself, I'll be honest with you. Although I've changed a bit, and now I like try and enjoy life a little more. Not too long ago, one woman asked me, "How can you sleep in a tent in such cold conditions on the ice, etc.?" So I told her, "Madam, some people need 5 stars, to be able to sleep. I need 1 billion stars." So it's good to have fun, and it's so nice to see all these youth enjoying themselves, especially in the streets of Beirut these days. There's so much to see and to experience. But for my part, when I do go out at night, I try and wake up just as early the next morning and exercise so as to erase the sense of guilt that I have from the previous evening. But it's very very. Pleasant to see that Beirut has re-established itself as one of the premium locations for tourists from all around the world. And that's not only because of the beauty of Lebanon, the mountain, the sea, the snow in the winter, the great weather, but also because of its good food and good nightlife. Yes, of course, we have wonderful mountains in Lebanon. Not too long ago, I was supposed to organize a race called La Patrouille des Cèdres, which is a backcountry ski race. And because of lack of weather, of lack of snow this year, we didn't have a good winter, unfortunately. Still, I had some foreigners come in from Switzerland, from Belgium, from the Czech Republic, from Germany, etc. And I took them skiing on 3 mountains. I took them in the Cedars. Then we went to Mount Hermon, Jabal Sheikh, which is a beautiful mountain cited in the Bible, overlooking Israel, the Golan Heights, Syria, and Jordan. And then I took them on Sanin. So we have lots of mountains, and in the winter we have lots of snow. We're blessed with snow, so we can do these on skis or on snowshoes. And in the summer we have wonderful trails. Unfortunately, they're dwindling, so they're paving roads on these trails bit by bit. But there's still so many of these, and one of them I could cite is the LMT, the Lebanese Mountain Trail, which is a trail that starts in the extreme north of Lebanon in Ebayet, Kobayat, and goes all the way to Marjayoun. And the people from LMT and USAID have helped in this, and a lot of people have done a wonderful job of documenting these, and there's maps with very detailed information and trails. So this would be a great way to start in the summer, because we're coming into the summer now. Okay. This is Max Chaya signing out for Beirut Nightlife.